اكشف عن مرشحين مناسبين للوظائف. كيف بدنا نعمل هذا الشيء؟ اول شيء هو انه حدد الوظيفه مثل ما كنا عم نقول قبل، بتحدد الوظيفه مش من يشغل الوظيفه. اذا بنحددها اول شيء ما هي الوظيفه، بعدين ابتدى عباره تصعيديه بتخلينا to be attractive، فاذا خليها تكون شديده الوقع هذه العباره التصعيديه، وخلي العالم وقت يقروها يطلع بينهم انه يقدموا على هذه الوظيفه. بعدين اعلن عن الوظيفه الشاغره بطريقه مقنعه وجذابه، مش انه يلا حطينا بوست وحطينا الجوب بوست وخلصنا هون ونازلين العالم، لا، لازم دائما نحاوله بطريقه، نكتبه بطريقه انه العالم تتحمس انه تقدم عليه. بيرجع من بعدها قم بفلتره وتقييم البيانات او السير الذاتيه اللي رح تستلموها. اكيد رح تستلموا مثل ما كنت عم قلكم كثير سير ذاتيه او سي في، فاذا قم بفلترتهم وتقييمهم لحتى كمان نقدر نعرف ايهم العالم اللي خرج انه نكفوا انه نقدر نعمل معهم يمكن انترفيوز والى اخره لحتى نقدر نوظفهم. واخيرا تشابك مع الزملاء وخبراء الصناعه، دايما نعملوا نتوركينج مع عالم تعرفون، مع خبراء الصناعه اللي هم كمان بيساعدوكم على انه تلاقوا المواهب اللي عم تبحثوا عليها.